نصايح، لان احنا بيحصل لنا مقالب كده. اول حاجه وانا سايقه عربيتي، ايه اكتر حاجه اهتم بيها وانا على الطريق؟ بصي، هو اي حد نازل يركب العربيه، قبل ما تركب العربيه كده يعني كلف نفسك وافتح الكبوت، بص على كل المايه. مره هو مش كل مره، بس يعني اللي هو احنا بناخد بالنا علشان ما نحصلناش مشكله في الطريق اكتر. وهنفتح لو على سفر، خلينا نقول لو احنا على سفر. ماشي. لو احنا على سفر الموضوع بيختلف بقى. انا ببقى بشيك على المايه بتاعتي جدا، شوفها ناقصه او مش ناقصه. تاني نقطه، لازم ابص على الزيت بتاعي واعرف انا مغيره بقالي قد ايه. ببص على الزيت بتاعي، بشيك بقى على الاربع فرد كاوتش كاملين يبقى الهواء بتاعه يبقى مظبوط. تيال الفرامل تبقى ما فيهاش مشكله عشان على الطريق ما تعملش لا قدر الله مشكله كبيره. زيت الفرامل ونبقى متاكدين ان الزيت كويس، عشان كل دي امان سيفتي للسفر بتاعك طبعا. والسخونيه، لان سخونه يعني وش سلندر، يعني كارثه، يعني الموتور هيتغير، يعني احنا بلاوي.